مساء الخير مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حديث الأخبار. على مدار الساعة هيكون معنا مجموعة من الأخبار المهمة، من بينها نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل اللي استطاعت أنها بتجري أكثر من 3 ملايين فحص طبي شامل في المحافظات الستة اللي بيغطيها التأمين الصحي الشامل. كمان هنتطرق مع حضراتكم إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود والتحركات المصرية لمنع التصعيد بمنطقتنا وضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في داخل قطاع غزة. وهيكون معنا في حلقة النهاردة فقرتين، الأولى مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي للحديث عن اهتمام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية وأثار هذه الأمور في تخفيف العبء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية. أما في فقرتنا الثانية هيكون الحديث عن مع الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت رشاد عن اهتمام الدولة بتوطين الصناعة وتأثيره على تحقيق التنمية المستدامة. نبدأ أخبارنا مع حضراتكم من النجاح الكبير لمنظومة التأمين الصحي الشامل والإعلان لإجراء أكثر من 3 ملايين فحص طبي شامل بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واللي تم فيها إجراء الفحص الطبي مجانا وبشكل دوري لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال الفحوصات الكلينيكية والتحاليل المعملية. وبيبدأ هذا الفحص الطبي الشامل من التقييم التمريضي وقياس العلامات الحيوية، مرورا بفحص طبيب الأسرة وطبيب الأسنان ومجموعة من التحاليل الطبية وتحاليل الدم. كما يشمل هذا الفحص الطبي الشامل جميع المراحل العمرية. معنا على التليفون دكتور طارق رشيد، استشاري أمراض القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية. دكتور طارق أهلا بحضرتك، وإجراء أكثر من 3 ملايين فحص طبي شامل بمحافظات التأمين الصحي الشامل الستة حتى الآن، ما هي الدلالة من هذا الرقم الكبير اللي تجاوز بالفعل 3 ملايين حتى اللحظة، وما يعكسه من تطبيق منظومة التأمين الصحي في 6 محافظات حتى الآن؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا دي حاجة احنا بنفتخر بها جميعا، يعني حقيقة مما لا شك فيه أن المنظومة الصحية في مصر شهدت طفرة ويعني تميز كبير جدا، تحديدا في ال5 سنين الأخيرة منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل. نعم. بعد إقرار مجلس النواب بمشروع التأمين الصحي الشامل وحق المواطن في يعني تلقي خدمة صحية متميزة في حدود سكنه ودون تحمل أعباء إضافية. حقيقة بعد ما كانت المنظومة الصحية في مصر تفتخر إذا يعني أدنى مقومات الخدمة الصحية الجيدة، ابتداء من الثقافة الصحية أو الثقافة الطبية، مرورا بالفحص البسيط أو الفحص الكلينيكي، تواجد الخبرات ونقص الإمكانيات، كل ده الحقيقة كنا بنفتخر ليه. الحمد لله في يعني من ساعة انطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل بفضل دعم القيادة السياسية طبعا على رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقى عندنا منظومة صحية نفتخر بيها وتقدم خدمة متميزة. وهنا أبرز المخرجات من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في أول 6 محافظات على مستوى الجمهورية حتى الآن، الصعوبات والتحديات اللي واجهت حضراتكم، وفي تخصص أمراض القلب أبرز المخرجات اللي خرجتوا بيها في ال6 محافظات من خلال التطبيق. يعني الحقيقة طبعا في حاجات كتير جدا، صعوبات كتير جدا قابلتنا، مخرجات كتير قدرنا نطلع بيها، من ضمنها طبعا إن احنا قدرنا نقدم خدمات صحية متميزة. يعني كان في تقنيات حديثة جدا ما كناش بنعرف نقدمها، لأول مرة كانت بتخش جمهورية مصر العربية عن طريق التأمين الصحي الشامل، زي العمليات المركبة أو العمليات المعقدة للشرايين السجية، زي عمليات الصمامات عن طريق القسطرة، إصلاح وزراعة الصمامات بالقسطرة. كانت الخدمات دي الحقيقة يعني طفرة كبيرة جدا في المنظومة الصحية في مصر، وكانت لا يمكن تقدم في منظومة حكومية خالص. كان كل الكلام ده بيقدم في مستشفيات خاصة، كان مريض بيضطر يسافر بره مصر عشان يعمل عمليات يعني متخصصة جدا وكانت دقيقة جدا. الحمد لله قدرنا نوفر الكلام ده في محافظات ما كانش عندها أي خدمة صحية، يعني خدمات صحية بسيطة فيها مشاكل وفيها نقص في الإمكانيات. احنا النهاردة لا بنعمل عمليات كبيرة في كل المحافظات اللي دخلها التأمين الصحي الشامل. نعم. هي المنظومة الصحية علشان نوصل. وهنا طبعا ما نقدرش ننسى ان الوقاية خير من علاج، ازاي بيسهم الفحص الطبي الشامل اللي حضراتكم في الوزارة بتجروه وبيتم اجراؤه في مسألة الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة وخاصة منها الأمراض القلب؟ هي دي نقطة مهمة جدا، يعني هنلاقي الدول اللي بتقدم رعاية صحية متميزة. نعم. اهم حاجة هي الثقافة الصحية والثقافة الطبية، وابتداء بالفحص الطبي الشامل.
يعني احنا زمان كنا بنقعد في المستشفيات الخاصه نلاقي مثلا حد جاي مهم جدا جاي يعمل فحص طبي شامل، او لا ده واحد معاه فلوس بقى فجاي يدلع نفسه يعمل فحص طبي شامل. كان ده في اعتقادنا وده في ثقافتنا، انما الحقيقه مش كده خالص. احنا الفحص الطبي الشامل ده مهم جدا علشان نكتشف الامراض مبكرا، وبالتالي نقدر نعمل وقايه من المرض ده، نقدر نعالج المريض بدري جدا، نقدر نديله الادويه اللي تمنع المضاعفات واللي توصله الامراض اكثر صعوبه واكثر اعاقه، وبالتالي المواطن ده هيبقى منتج، مش هيبقى عنده اعاقه تمنعه من ان هو يبقى منتج ويقدر يعني يكسب قوت يومه. يعني كل الكلام ده كان مهم جدا. في نفس الوقت احنا بنديله معلومات مهمه ازاي يتجنب ان هو يحصل له امراض شرايين، ازاي يحصل له مشاكل في الجهاز الهضمي، ازاي يحصل له مشاكل في الاجهزه الاخرى، وبالتالي يعني عن طريق الفحص الطبي الشامل ده بنقدر نكتشف. وهنا من خلال تخصص حضرتك وجب التنبيه لكل الساده المواطنين المشاهدين بيتابعونا دلوقتي على اكسترا نيوز ان الفحص الطبي ده لجميع المراحل العمريه، زي مثلا ان احنا نقدر لكل الاطفال حتى والشباب والفتيات صغار السن، وزي اللي حصل في المبادرات الرئاسيه الصحيه السابقه بالكشف عن الامراض المزمنه والامراض الساريه، وكمان المسببات. لو نقدر نعرف من حضرتك ما اكتشفته في خلال تطبيق هذه المنظومة في 6 محافظات من خلال تخصص حضرتك عشان نستفيد أبرز المسببات لأمراض القلب. أبسط حاجة، أهم سبب لمشاكل الشرايين الانتاجية في العصر الحديث هو الكوليسترول. الناس كلها معتقدة أن أنا يعني أفكر في موضوع الكوليسترول ده بعد ما أوصل مثلا سن 40 أو 50، أو أنا عشان أحمي نفسي من مشاكل الشرايين الانتاجية هاخد قرص أسبرين. الكلام ده ما بقاش موجود خلاص. الاكتشاف المبكر لمشاكل الكوليسترول وارتفاع الكوليسترول خاصه في الناس اللي عندها عوامل وراثيه بتؤدي لكده، يعني بجيب شباب صغيرين عنده 18 سنه و16 سنه و20 سنه وفي العشرينات، كل ما اكتشفت المشكله دي بدري، كل ما قدرت اديله العلاج بدري، كل ما منعت ان يحصل مشاكل في شرايين القلب ومشاكل في الشرايين دول. وبالتالي المريض ده انا بحميه من امراض الحقيقه هي امراض العصر، السبب الرئيسي للوفاه، السبب الرئيسي للاعاقه، سواء كان شرايين القلب، سواء كان شرايين المخ، سواء كان شرايين الفرافيه، كل الحاجات دي الحقيقه يعني بتاخد وقت طويل على ما توصل للمرض النهائي، واكتشافها مبكرا بيحمي المريض من ان هو يوصل للمشكله دي، وعلاجها بمنتهى البساطه هياخد دواء وخلاص. وبالتالي انا مش كده بس، انا حميت المريض، انا قللت كمان الانفاق او قللت العبء. وقدرت الدوله المصريه انها كمان تحافظ على الأجيال الجديدة من الإصابة بمثل هذه الأمراض. بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق رشيد، استشاري أمراض القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية. والدولة المصرية مشاهدي الكرام بتعمل بشكل مستمر على تطوير قطاع الصناعة أيضا والتوسع في العديد من إنشاء الشركات العملاقة، ومنها شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، وتهدف هذه الشركة إلى إقامة محطة تسهيلات بحرية دائمة بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية لتأمين الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشركات البتروكيميكالز القائمة بالإسكندرية من المواد الخام، وتأمين احتياجات المشروعات الجاري دراسة تنفيذها ضمن الخطة القومية لصناعة البتروكيميكالز أو البتروكيماويات، والتي تسعى للعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية أمثال الزيت الخام والغاز الطبيعي، وكذلك تجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين الأخضر. ولمعلومات أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد الشواتفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. مساء الخير يا فندم على حضرتك وأستاذ المشاهدين، تحياتي. مساء النور يا فندم. شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، لماذا هذه الشركة وتوقيت دلالة توقيت إنشاء هذه الشركة؟ هو الحقيقة طبعا شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد علشان دلوقتي الدولة بتحاول قدر الإمكان أو ضمن استراتيجيتها هو توطين الصناعة وتطوير الصناعة والبحث عن القيمة المضافة واقتصاد المعرفة. وبالتالي يأتي في هذه الحالة دايما صناعة البتروكيماويات، باعتبار أن البتروكيماويات هو الصناعات الحديثة اللي هي قايمة على استغلال الطاقات الموجودة، وبالتالي تحويل الموارد الطبيعية الموجودة حاليا الى صناعات، هذه الصناعات زي الانسولين او غيره، وده موجود طبعا في ميناء دمياط وموجود في اسكندريه، ومن هنا بتيجي وموجود في سيدي كرير كمان وسيدي كرير وكل صناعات البترول، ولا سيما ان صناعه البترول النهارده بتستهدف الدوله بتستهدف تطوير صناعه البترول
والاستفادة الكاملة من تطوير الصناعة والعمل على تحليق الاقتصاد التخليقي، بمعنى تحويل المواد الخام أو المواد الرعية إلى اقتصادات قيمة مضافة واقتصادات معرفة. ومن هنا بيجي فكرة إنشاء شركة الإسكندرية للوجستيات والإمداد، عشان تقدر توفر الموارد اللازمة أو مستلزمات الإنتاج اللازمة عشان تقدر تشغل الشركات اللي موجودة في الدولة المصرية. لكن الجديد هنا إن هو طبعا الدولة باعتبارها إنها واخدة على بمحمل الجد وبالضرورة القصوى، وأن الطاقة الجديدة والمتجددة هو بيسموها الاقتصاد الخضراء، الاقتصاد الأخضر، أو اقتصاد الطاقة الخضراء المستدامة. فهنا بيبقى هنا إنشاء الطاقة دي بيبقى من خلال استخدام الهيدروجين واستخدام المواد الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو طاقة الهيدروجين. وهنا ربما يبدر سؤال للمشاهد والمشاهدة الكريمة، التكلفة التي تتكبدها أو تتحملها الدولة في مثل هذه المشروعات الضخمة والعملاقة. الحقيقة هنا الدولة النهاردة وهي في سبيل بناء البنية التحتية وبناء وتوصيل الصفات، بيهمها هنا فلسفة الاستدامة، بمعنى ان احنا النهاردة حتى بننفق مصروفات كتيرة زي البنية التحتية وزي غيره، لكن في نفس الوقت كمان ده بيوفر وبيزيد قدرة الاستيعابية او قدرة المؤسسية للدولة على اساس جذب الاستثمار. لان في هذه الحالة لما الدولة بتنفق على مشروعات البتروكيماويات او الطاقة الجديدة والمتجددة او حتى البنية التحتية او انشاء الطرق او غيره، ده كله بيهدف في النهاية على أساس تكون مصر باعتبار معطيات اقتصادها قوية، ولكن تحتاج إلى أموال، وهذه الأموال لا يمكن الحصول عليها إلا بجذب الاستثمار الأجنبي وتشغيل القطاع الخاص. وعليه فإن هذه البنية التحتية رقم التكاليف في حد ذاته أنا كمحلل ما يزعجنيش، لكن يزعجني أو اللي أنا أحبه اللي هو قد إيه هيجيب استثمارات أجنبية. وهنا السؤال الآخر، ما المكاسب المتوقعة من التي ستعود على الدولة من إنشاء مثل هذه الشركات الضخمة والكبيرة في مجال البتروكيماويات؟ لا، المكاسب كثيرة جدا. أقول لحضرتك واحد، أولا إحنا شعب أو دولة كثيفة رأس المال العامل، يعني كثيفة العمل، عندنا عمالة كثيرة جدا، وإن السوق بيستوعب النهاردة عشان نقدر نوظف الناس دي محتاجين تقريبا سوقنا يتسع إلى من 800,000 إلى مليون فرصة عمل يومية سنوية في السنة. في هذه الحالة محتاجين صناعات، لأن مين هيشغل الطاقة البشرية دي غير الصناعات؟ والصناعات هنا لابد أن يكون هناك فيها الابتكار، فيها المعرفة، فيها القدرة على خلق القيمة عشان تقدر في هذه الحالة تغطي التكاليف وتقدر تحل محل الوردات وفي نفس الوقت التصدير. يبقى أول حاجة دلوقتي إن إحنا نوظف عمالنا، اثنين الصناعات اللي بتتم دي في هذه الحالة إحنا بنستورد البديل لها من الخارج بعملة صعبة، لما يتم في داخل الدولة المصرية أعتقد أن في هذه الحالة بنوفر الوردات وبنقلل من العجز في الميزان التجاري، وكمان بيدينا قدرة لما يبقى أنا مركز لوجستي أو الدولة هنا بتنشئ مناطق إمداد لوجستية، هتبقى في هذه الحالة قادرة على أن تكون مركز لوجستي ما بين وبتغلب على مشكلات خارجية ربما الموجودة دلوقتي، ومن هنا يبقى إحنا مركز إمداد موجود. إذن هناك رؤية للاقتصاد الوطني على أساس أن هناك خلال السنوات الماضية كان هناك تعثر في الصناعة، النهاردة الدولة بكل جدية داخلة في مجال ملف الصناعة بشكل كبير، سواء توطين أو مجمعات صناعية، وعشان نعمل صناعة لابد أن يكون هناك جهود كبيرة زي الطاقة، زي مراكز اللوجستيات، زي على جذب الاستثمار، كل دي عشان في النهاية وبالطبع بتفادى بمثل هذه الصناعات والتطوير المستمر والدائم فيها، بتفادى أيضا مشكلة سلاسل الإمداد اللي تعرضت لها مصر كمثلها أو غيرها من الدول والاقتصادات الناشئة في الآونة الأخيرة، واللي شاهدناها نتيجة ظروف خارجية جيوسياسية أو سياسية، واللي هي بالتالي مرآة عاكسة للاقتصاد. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشواتفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال. نذهب مع حضراتكم مشاهدينا إلى آخر تطورات الأوضاع في غزة، حيث اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية. كما قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل البلدة القديمة إلى القدس أو من القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية نشرت فيها مئات من عناصرها، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية
عند أبواب البلدة القديمة، كما فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين. وعلى الجانب الآخر تبذل مصر جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بأكمله ومنع التصعيد بالمنطقة. ولمعلومات أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. أهلا بحضرتك فندم، شرفنا. أستاذ عماد، لو كنت تسمعني جيدا، يعني بعد تحية، ما هي آخر وأبرز التطورات الآن في قطاع غزة، ولا أي مدى يمكن لهذه الحرب أن تستمر، خاصة مع التعنت الدؤوب والإصرار الغير مبرر من دولة الاحتلال وحكومة دولة الاحتلال وجيش دولة الاحتلال على توسيع الصراع وتوسيع نطاقه؟ نعم، يبدو أن الاتصال به مشكلة، انقطع من المصدر. ومشاهدي الكرام، حنحاول جاهدين أن احنا نعود مرة أخرى للأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. نعم، بنعود مع حضراتكم مشاهدي الكرام لاستكمال فقرات حلقة اليوم من برنامج حديث الأخبار. حرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال جولتها التفقدية لأنشطة مهرجان العالمين الجديدة لعام 2024 في النسخة الثانية من هذا المهرجان على تفقد المنطقة الترفيهية والاطلاع على الأنشطة المقامة بالمهرجان. واستمعت الدكتورة مايا مرسي لعرض توضيحي قدمه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الخدمات والأنشطة الخاصة بالأشخاص ذوي الهمم داخل المنطقة الترفيهية الشاطئية. وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ملاعب كرة القدم وكرة السلة والبادل وغرفة المنتجات الرياضية المصرية وملاعب الكرة الطائرة، وأشادت بالخدمات المقدمة داخل المنطقة الترفيهية الشاطئية بمهرجان العالمين الجديدة. وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء عدد من الطلاب ذوي الهمم الموجودين في المنطقة الترفيهية الشاطئية بمهرجان العالمين الجديدة. استمعت إلى طلباتهم وردت على استفساراتهم والأسئلة الموجهة من الطلاب. فاصل المشاهدين الكرام، ونعود مع أولى فقراتنا الحوارية والكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة شبشي. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدي الكرام في حلقة اليوم من برنامج حديث الأخبار. بيتصدر ملف الحماية الاجتماعية أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة لتوفير حياة كريمة لملايين الأسر الأولى بالرعاية. ساهمت برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وكمان بتتواصل جهود الدولة والمجتمع المدني ممثلا في التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا. وعكس هذا الأمر إطلاق حملة إيد واحدة عن هذا الملف. اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفتي الكريمة الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة شباشي. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بيك، مشرفاني يا فندم. أهلا بيك. اهتمام كبير أولته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة بالفئات الأولى بالرعاية. رصدت هذا الأمر إزاي في جمهوريتنا الجديدة، خاصة شبكات يعني الحماية الاجتماعية منها اللي بتهتم بهذه الأسر؟ هي لو ما كانتش في شبكات الحماية الاجتماعية ما كانتش بقت جمهورية جديدة. نعم، هي جديدة لأنها بتشيل كل التراكمات السابقة اللي كانت يعني شوية كده ركنانة يعني على جنب، ولأ بننفض الغبار ده وبتبتدي كل، حتى في حاجة جميلة جدا دلوقتي لو أكيد أنت ملاحظها. نعم، إن كانت الدكتورة مايا مرسي بتتكلم عنها. نعم، النهاردة في مهرجان العالمين الجديدة. نعم، كانت بتتكلم عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، للعمل الأهلي التنموي،
وبتتكلم عن كمان حاجات تانية. نعم يعني المجلس القومي للمرأة ودوره والمرأة المعيلة والصندوق نعم. يعني عارف ده إيه؟ ده بيوقظ تاني في المجتمع المصري روح التعاون والتكافل اللي كانت بيننا. نعم. بدل ما بعد كده كل واحد يلا انت في حالك تتفرق تموت من الجوع ما تموتش يعني مش قضية يعني. لا دلوقتي بقى فيه اهتمام بانك تكون بتاكل وساكن كويس وبتتعالج كويس على. نعم. فكرة انا حكيت لك مرة ان في الدكتور محمد فياض الله يرحمه. نعم رحمة الله عليه. كان بيعمل تيست يعني تيست كده قبل يعني كل شوية عشان يشوف لو في ورم خبيث. فقلت له طب افرض عرفت ان في ورم خبيث هتعمل ايه؟ يعني انا كنت فاهمه انه لا ما فيش مفر من نعم. قال لي اشرس انواع السرطان اشرسها. نعم. اذا اكتشف في الاول يبقى كانه خراج. نعم. فشوف انت لأنه في مرحلته الاولى فصعب بالزبط. التغلب عليه طبيا بالظبط. نعم. اي شوف بقى ده ابشع مرض ده. يعني والله ادي كده ادي كانه خراج يعني ويتعالج يعني. وهو من هو رحمه الله كان في مجال يعني استشاري كبير في مجال طب النساء والتوليد. اه طبعا. وهنا طبعا بنتكلم عن ما دام بنتكلم عن شبكات الحمايه الاجتماعيه ودور مؤسسه الدوله والجمعيات الاهليه او التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اللي بيشمل كل الجمعيات اللي بالزبط. بتعمل في مصر ما يجيبش ان ننسى دور الدوله المصريه في حضرتك قلتي عنه والمشاهدين والمشاهدات في كل ربوع ونجوع مصر وقراها وريفها عايشوا في خلال 10 سنوات من المبادرات الرئاسية المستمرة والمتكررة بالظبط. أهميتها كل مدى بتتسع وبتستقطب يعني منظمات جديدة ويعني وتستخد وتاخد مبادرات تانية. شوف إن أنت النهاردة مبادرة إيد واحدة نعم شوف عاملة إيه. ما هو أصل أنت لما تقعد تتفرج كده وتستنى ان المشاكل تتحل لوحدها مش هتتحل طبعا. لكن انا اكتر حاجه هماني في الموضوع ده احنا طبعا كلنا شايفين حكايه التكاتف والمبادره بتاعت حياه كريمه. نعم. انا يعني بشوف ناس بيقولوا احنا حياتنا قبل حياه كريمه كانت حاجه وبعد حياه كريمه حاجه تانيه. يعني الحياه كلها اتغيرت طبعا. يعني دي كمان حاجة مش بسيطة. سبل العيش يعني. الكريم اتوفرت لهم في بالزبط. إطار المجتمع البسيط بتاعهم. وإحنا بقى بنحس كلنا إن ده من واجبنا كمان. يعني الدولة بتعمل ده رئيسنا بيفكر هو مبادرة حياة كريمة هو اللي عملها لكن إحنا بنحس إن ده لصالحنا كلنا. يعني إحنا لما كل الجيل الجديد وجيل حتى اللي بعديه وكده كل دول يطلعوا عندهم شعور بأن الدولة بتحبهم وبترعاهم وبتعالجهم وبتأكلهم وبتسكنهم كل ده مش حاجة صغيرة يعني. نعم. هو ده اللي بيخلق الانتماء بتاع الإنسان تجاه بلده وتجاه وطنه. يعني هم الناس اللي بتهاجر وتموت في يعني ليه لو كان كويس في بلده ما يعملش كده طبيعي. هنا هتقيمي حضرتك إزاي ككاتبة صحفية زيادة نسبة وحجم الإنفاق في مثل هذه المبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية رغم الأزمات المالية العالمية اللي مصر لم تكن طرف فيها ولكن زي ما حضرتك عارفة كرة الثلج عندما تتدحرج بتكبر طبعًا. فبتؤثر على كل المحيطين بها طبعا. ما هو ده يخليك يعني قد إيه تحترم القيادة إنه لا يعني مش أنا مش لأنه في ظروف صعبة حاسبهم كده لا أنا أضغط وأعمل المستحيل عشان أخفف من وطأة هذه الظروف. فده اللي احنا شايفينه النهاردة وعشان كده لما تشوف الناس مش مصدقة اللي احنا فيه يعني لأن كل الناس عارفة أن في أزمات طبعا. يعني ده احنا على حدودنا بس يعني إسرائيل من حتة والحوثيين من حتة وليبيا فيها يعني احنا والسودان بها مشاكل والبحر الابيض سابقا كان في مشاكل وحاليا ايضا مشاكل وكلنا يعني ان شاء الله يعني انا بحس والله ما هي شوفينيه يعني لكن بحس ان مصر بتلعب دور يعني يعني عشان تنشر السلام والعلاقات الطيبه بين كل الناس وبتحذر من يعني دايما تقول انه لما بيبقى في خلافات وحروب كله بتنعكس عليه طبعا. يعني ودلوقتي برضو نفس الحكاية انتوا شايفين التوتر عندنا قد ايه وقد ايه مصر بتبذل مجهود. نعم.
والمفروض ده يحد كمان من بعض النفقات، لكن طبعا مصر والدولة المصرية والقيادة المصرية أثرت على نفسها أن هي تبذل كل المجهود لصالح المواطن محدود الدخل والأسر الأكثر احتياجا. هنا هسأل حضرتك، التنسيق ما بين الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة و المؤسسات المجتمع المدني متمثلة في التحالف الوطني للعمل الأهلي، أهمية هذا الموضوع لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن المحتاج لهذه الخدمة. شو ده؟ تنمية الاتجاهات النبيلة اللي عند الشعب المصري. احنا دايما حاجة واحدة، بس لما حصل بقى يبقى فيه لخبطة، وده غني وده فقير وده بتاع، فاتفرقنا. دلوقتي القيادة، يعني ده احنا دلوقتي في دولة 30 يونيو. نعم. يعني دولة 30 يونيو بتقول لا، يعني مثلا انت مهدي ساعد فريدة في انها تعمل كذا، انا ساعد مش عارف، يعني كلنا بقى عندنا روح، رجعت تاني روح ال لان في النهاية احنا كلنا عايشين في اطار واحد، في مجتمع واحد. بالضبط كده. ما ينفعش بالزبط نعيش في غيره، مش هنتحمل نعيش في غيره اطلاقا. نعم. اطلاقا. وانا لو انا مثلا عندي ابني او حفيدي مثلا عايش في بلد فيها توتر مستمر، هو نفسه مش هيبقى كويس طبعا. لكن لما كل واحد فينا يدي حتة منه. النهاردة كانت فعلا دكتورة مايا مرسي مع الأستاذ عمرو الفقي كانوا بيتكلموا كلام رائع وبيشرحوا. نعم. يعني مش نظرية، لا، ازاي تطبيق الأمر على أرض الواقع. بالضبط كده. وازاي على أرض الواقع، يعني شوف انت النهاردة انت العالمين طبعا، زي من مدينة ألغام إلى مدينة عالمية على أرض مصرية، إلى مدينة أحلام طبعا، يعني بقت حاجة فلة يعني. أكيد. زي ما بيقولوا يعني. وهنا نرجع للمبادرة التانية، مبادرة أو حملة زي إيد واحدة لخدمة أكثر من 1.5 مليون أسرة الأكثر احتياجا، مفهوم العمل التطوعي في هذه المبادرة إزاي؟ وشايف حضرتك المصريين بيقدروا يعملوا إيه في وقت الأزمات مع بعض؟ بيعملوا كل حاجة. شوف أما أقول لك، إحنا شعب ملوش كتالوج، بس احنا دايما لما يبقى عندنا قياده محترمه بتوجهنا طبعا، وبتاخد مننا الحاجات اللي فينا الحلوه. لكن لما بيسيبونا كده، يعني مش عندنا رئيس قال مره خليهم يتسلوا؟ نعم. يعني فاللي انا عايز اقوله ان ده بيصحي في كل المصريين النبل اللي فيهم. وعلى فكره انا مش كلام كده، يعني انت شفت، انت يعني انا شفت ايام في الفلاحين، لان جدي وجدتي يعني ابو امي ووالدتها، كنت بروح القرية مش قادرة أقول لك أيام ما كان في فيضان، ولا كان قد إيه تكاتف كان، وقد إيه الناس بتساعد بعض وبتقدم أكل لبعض. يعني إحنا ده اللي عندنا، المعدن المصري الأصيل يظهر في وقت الشدائد، وقت الشدائد مش في وقت الراحة. لا. نعم. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. شرفتيني وأسعدتيني الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة شبيش. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جزيلا. ومستمرون معكم مشاهدي الكرام في حلقة اليوم من حديث الأخبار. فاصل ونعود مع حضراتكم لآخر فقرتنا من حديث الأخبار، والكاتب الصحفي الأستاذ رفعت رشاد. عودة من جديد مشاهدي الكرام. تعد عملية توطين صناعة أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة خلال العقد الماضي منذ ثورة 30 يونيو. اتخذت الدولة المصرية في هذا السياق العديد من الإجراءات، منها الحد من الاستيراد وتقليله، وأصبح توطين الصناعة وإنعاش الصناعات المحلية من أبرز أولويات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة. كما توجه أيضا الدولة المصرية نحو التوسع في مساعي توطين قطاعات صناعية مختلفة، لا سيما الصناعات الثقيلة، ضمن استراتيجية شاملة لتوطين إنتاج مستلزمات الإنتاج محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية. للحديث أكثر عن هذا الملف المهم، يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت رشاد. أهلا بحضرتك. أهلا بسعادتك. الدولة المصرية قامت بأعمال عديدة في ملف توطين الصناعة، أبرز ما تم على أرض الواقع في هذا الملف خلال الفترة الماضية. اعتبرت الدولة أن توطين الصناعة أولوية، ومن ضمن أهم الأولويات على المستوى الاقتصادي والصناعي وغير ذلك من المستويات. زيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية أمر استراتيجي بالنسبة للدولة، وذلك لتحقيق ما يمكن أن نسميه الاستقلال الصناعي. ارتفاع
نسب المكون المحلي، يعني خفض استيراد المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج المكونة للصناعات المصرية، وأيضا خفض الاستيراد يعني خفض صرف أو إنفاق الدولارات والعملات الصعبة، وهو ما يحقق ارتياح اقتصادي داخل البلد، وأيضا يزيد من الصادرات فيعود مرة أخرى بالعملات الصعبة. وهنا ما علاقة أو أهمية توطين الصناعة كملف مهم وعلاقته بأدوات أخرى زي القضاء على البطالة أو تحسين معيشة المواطن المصري في الداخل؟ توطين الصناعة يعني التوسع في الصناعات المختلفة المحلية وتوفير فرص عمل في جميع المجالات. توطين الصناعة يعني تنمية مستدامة، يعني انتشارها جغرافيا ولا تعد حكرا على مناطق جغرافية معينة في الدولة، تنتشر في المحافظات من شمال إلى جنوب ومن شرق إلى غرب، وهو ما يساعد على الحد من هجرة السكان من مناطق مختلفة واستمرار توطنهم في جذورهم التي نشأوا فيها. أيضا توفير فرص العمل في مجالات متعددة، خاصة المجالات الفنية والتكنولوجية، وهو ما يساعد على أن يكون المواطن المصري أو العامل المصري أو الفن المصري ملم وقادر على استيعاب المهن التكنولوجية بشكل أكبر. وهنا ما الرابط اللي ممكن نبرزه للمشاهد والمشاهدة الكريمة في حلقتنا اليوم ما بين المشروعات القومية العملاقة اللي تمت وجذب الصناعات أو توطين الصناعات في الداخل المصري، وكمثال مثلا منطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو كمثال المثلث الذهبي في جنوب شرق مصر في البحر الأحمر وقنا وغيرها من المحافظات، أو التوسع في بعض الأنشطة الاقتصادية في مواني الإسكندرية وربطها ببعضها البعض؟ المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة في هذا المجال مرتبطة بتوطين الصناعة. المشروعات القومية منها الكباري والطرق التي صارت شبكة دولية، هذه الطرق والكباري سهلت إقامة مناطق استثمارية متعددة، سهلت جذب المستثمر الأجنبي في مشروعات كبيرة في شمال مصر في الساحل الشمالي ورأس الحكمة والعالمين وغيرها، أيضا في الجنوب في المناطق الصناعية وزي ما حضرتك تفضلت في جنوب الشرق وهكذا. ارتباط المشروعات القومية المماثلة في النقل والمواصلات والطرق والكباري مهم جدا، والموانئ أيضا سواء إعادة تشغيل أو تطوير وإنشاء موانئ جديدة، هو النقل بشكل عام، وطبعا نخص الموانئ المنطقة الاقتصادية في قناة السويس وغيرها، لأنه المستثمر بيبحث عن سهولة التنقل وسهولة انتقال بضاعته أو سهولة استيرادها إذا كان مواد خام أو غيرها، وبالتالي هناك ارتباط قوي بين المشروعات القومية في هذا المجال وبين توطين الصناعة واتساع ونسب وارتفاع نسب الصناعة المصرية والمكون المحلي بداخلها. نعم، الفكرة الجديدة اللي نشأت في هذا العقد بعد 30 من يونيو فكرة إنشاء موانئ برية، وأول مرة كنا نشهدها في مصر، أهميتها وعلاقتها بفكرة توطين الصناعة وجذب صناعات ثقيلة خاصة إلى الداخل المصري من الخارج لتشغيل عمالة مصرية خالصة ولإكساب خبرات فنية جديدة من الجانب المصري. الجوانب المواني البرية لا تقل أهمية عن المواني البحرية والمواني الجوية، فهي منافذ ولفتح علاقات قوية بين مصر في مجال النقل وتبادل السلع وتبادل الاستثمارات بين مصر وجيرانها زي الأردن وزي السودان وزي ليبيا وغيرها من الدول، وهو أمر مهم جدا لتسهيل تنقل خاصة بين التجار والمستثمرين الذين يتعاملون في التجارة أكثر من التعامل في الصناعة في حد ذاتها، وبالتالي تزيد هذه المواني من النقاط الاستراتيجية التي يمكن التعامل من خلالها داخل مصر وبينها وبين الدول الأخرى. أكبر المعوقات أمام ملف توطين الصناعة أمام الدولة المصرية والحكومة المصرية الجديدة والمواطن المصري في سبيل أن توطين أغلب الصناعات خاصة الثقيلة منها أو الحيوية منها في الفترة الحالية؟
الصناعة المصرية لا شك أنها بتواجه منافسة شديدة جدا، خاصة أن هناك على مستوى العالم منافسات قوية بين الدول على جذب الاستثمارات، وبالتالي لو لم تكن الصناعة المصرية قوية بموادها وإنتاجها ومواديها الخام والمستلزمات الخاصة بالإنتاج أيضا، لما وجدت فرصة للمنافسة على المستوى الدولي، وهذه هي أهم نقطة تمثل تحديا للصناعات المصرية. أيضا كان هناك بعض المعوقات البيروقراطية والروتينية داخل الجهاز الإداري الحكومية، ولكن الدولة تغلبت على ذلك كثيرا، وأصبح هناك مشروعات تقام بشهادة واحدة أو بترخيص واحد فقط يصدر من مجلس الوزراء، وهذا مثال الرخصة الذهبية اللي منحها رئيس مجلس الوزراء. تمام، هذا وفر كثيرا جدا على المستثمرين الوقت والجهد والمال، وأيضا المنح الخاصة بالضرائب والإعفاءات واسترداد جزء من التكاليف أو جزء من الإنفاق إذا ما تم إنجاز المشروع في مواعيد محددة، وإذا ما أنجز إنتاجا أكبر من المعدل المحدد. هذا كله فيه تيسير وتسهيل على المستثمر المحلي والأجنبي لكي يقيم مشروعاته وصناعاته داخل مصر. نعم، وهنا هسأل حضرتك أيضا أستاذ رفعت، وراء كل أزمة هناك مجموعة من الفرص. إحنا في هذا العقد العشر سنوات اللي مضت من أزمة لأزمة خارجية بتؤثر علينا كاقتصاد من اقتصادات النشأة في منطقة الشرق الأوسط والاقتصادات المهمة واللي هي معبر مهم جدا لكل تجارة العالم تقريبا، أو حوالي أكثر من الربع أو 30% من تجارة العالم. وراء كل أزمة فرصة، ما هي الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية والحكومة في هذه الأزمات الجيوسياسية اللي بتعيق أو بتؤثر شئنا ما بين على ملف مهم زي توطين الصناعة في مصر في الفترة الحالية؟ الأزمات تعد فرص من خلال التحدي الذي تواجهه الدولة لتجاوز هذه الأزمة. أي أن لو أزمة روسيا وأوكرانيا مثلا، الحرب الروسية الأوكرانية الخاصة بملف القمح، وسلاسل الإمداد، هذا يعني أو يدفع الدولة لكي تعوض هذا الأمر من خلال التوسع في مساحات زراعة القمح مثلا. يعني أزمة زي الأزمة اللي مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة، تبصر الدولة بأن هناك خطر خارجي علينا أن نحتاط له بشكل أو بآخر، خاصة في المجال الاقتصادي ومجال توفير الأغذية لمدد أطول مما نحن عليه الآن. كل هذا يعني بالإضافة لتوفير السيولة من العملة الصعبة طبعا، وأيضا هناك صناعات معينة ومحددة، وخاصة في مجال الغذاء أو في توفير سلع استراتيجية إذا ما مرت الدولة لا قدر الله بأزمات أكبر. الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت رشاد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدي الكرام أن تابعتمونا في خلال حلقة اليوم من برنامج حديث الأخبار، والشكر أيضا لفريق عمل حلقة اليوم من حديث الأخبار. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.